قال رجل لزوجته: علي الطلاق، لا تدخل والدتك منزلي إلا بإذني. ثم خرج وبعد نصف ساعة فوجد والدتها بالمنزل، فسأل زوجته عن ذلك فأخبرته أن والدتها دخلت المنزل بدون علمها هي، ولا علم لوالدتها باليمين، وذلك أثناء اشتغالها بمهام البيت، وأيدها في ذلك جيرانها، فهل وقع الطلاق؟ هذا أيضا طلاق معلق، إن قصد به التهديد فلا يقع، وإلا وقع، والله أعلم.